وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، كنوز كسرى وقيصر. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة الجدب والقحط، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجدب والقحط. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ليست السنة ألا تمطروا، يعني الجدب والقحط، لكن السنة والجدب والقحط أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. وألا يسلط عليهم. هذا السؤال الأول. إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة، قحط عام و وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم، يعني أموال أهل الإسلام، أنه لا يمكن أن الكفار يسيطروا على المسلمين في كل الأقطار، ممكن يسيطروا في بعض الأقطار لكن الكل لا. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، يعني سبيل عام، سبيل خاص يحدث. كم سؤال هذا الثاني؟ استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين، منع الثالثة. قال الثالثة هنا في هذه الرواية، السؤال يعني غير مذكور واضح، في بعض الروايات أنه ذكر أنه لا تقتتل الأمة فيما بينها، وهذا أمر كتبه الله، والباب كسر من؟ عمر رضي الله عنه. ومنذ أن كسر الباب انفتحت باب الفتنة وبدأ القتال يكون بين المسلمين، ولهذا قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت، نعم، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. هذا السؤال الأول. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا السؤال الثاني. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. نعم. حتى يكون بعضهم. هذا السؤال الثالث الآن الإجابة عنه. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة مضلين، حصر الخوف على الأمة في أئمة الضلال. نعرف الإمام قد يكون في الخير وقد يكون في غير هذا. نعم، يعني رجل واحد مثلا أحيانا يغير أمة، رجل واحد يغير أمة، مثل هذا قلنا ميرزا غلام أحمد قادياني. نعم. ورواه البرقاني إلى يومنا هذا لهم معابد، لا يمكن نقول مساجد، لهم في بريطانيا في بعض الدول في شبه القارة الهندية لهم معابد الآن. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقع السيف بمقتل عمر رضي الله عنه. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وحتى هذا الشاهد الآن يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم، نسأل الله عافية السلام. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. نعم، منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يومنا هذا ادعى نبوة كثير، لكن يقول إما الذين يعني لهم شأن واشتهر أمرهم، أو هذا على التغليب فهم. نعم. بعض العلماء يقول أنت لا تظن أن هؤلاء يعني نسأل الله السلام أغبياء من يدعي النبوة، لا، بعضهم يعني عنده ذكاء، لكن نسأل الله السلام يعني ضلال. جاء رجل ادعى أنه موسى عليه الصلاة والسلام، جاء إلى هارون الرشيد وقال له هارون أنت موسى؟ قال نعم، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وكان معه عصا. فقال له هارون رحمه الله، قال وهذه العصا هي عصا موسى؟ قال نعم. قال ألقها حتى تكون حية تسعى. قال له هذه العصا لا تتحول إلى حية تسعى حتى تقول أنت أنا ربكم الأعلى. من أين جاء هذا؟ يقول ما يمكن تتحول حتى أنت تدعي الألوهية. فضربه هارون حتى رجع عن قوله. شياطين. ولهذا أخواننا هذول أهل الباطل مناظرتهم أحيانا قد
وفي الغالب عندما بعض القنوات يجيبوا مناظرة يجيبوا هذا فصيح وهذا مسكين والناس وراء إيش؟ وراء الفصاحة والبيان، وإن من البيان لسحرة يقلب الحقائق. وأنا ما أقول ما تنقلب إلى حية تسعى حتى تقول أنا ربكم الأعلى. نسرع في السلام. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لا نبي، وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إلى قرب قيام الساعة، كما يعني الجمع بين الأحاديث، وهذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال عليه طائفة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني إياكم منهم. نعم. باب ما جاء في السحر. الآن بدأ في قسم جديد، أعمال شيطانية، أعمال الشياطين، وهذا ننتهي عند هذا القسم ها إن شاء الله. الأعمال الشيطانية، ما علاقة السحر بالتوحيد؟ أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله نسأل عفو السلامة السحر، وقلنا مثل طرفة عين يشرك بالله. أصبح السحر اليوم عندنا أمر طبيعي مسلم، صح؟ في الطريق الآن في كل مكان مكتوب إيش؟ الفانوس السحري، صح؟ والمفتاح سحري، صح؟ وخفة يد وتنويم مغناطيسي، والله صدق، صح؟ ولا أحد ينكر. والولد الصغير يجي لأبيه يقول يا عندنا والله يا شيخ في فيلم كرتون إيش فيه؟ قال فيه ساحرة، وهذا ما ينكر عادي جدا. قال إيه؟ قال طيب، وأنا أشغل الراديو ذاك اليوم وأسمع فيه مسابقة، قلت يمكن يعني أجيب عن السؤال أنا وشيء. المهم أنا أسمع السؤال، السؤال تدري والله يقول ما اسم أكرمكم الله كلبة الساحر لفيلم كرتون، ولا حتكلم مسابقة، وعجيب هذا. وقال السحر وكذا، أصبح الآن أمر مسلم، والله صدق. نعم. وعندنا قنوات تلفزيونية الآن للسحر والكهانة، أرقام اتصال، والله الذي لا إله إلا هو في بعض الدول، بعض الدول الإسلامية يوجد محلات في الشوارع، أنا رأيتها بعيني، مكتوب على المحل عراف منجم قارئ كف وفنجان. 25,000 محل مصرح له، لا 12,000 محل مصرح له من الدولة، الدولة كلها 4 مليون، يعني 12,000، يعني عندنا 12,000 غير مصرح له سحرة وكهان وكهان ومنجمي في دولة مسلمة. أي والله إلى الله المشتكى. نعم. وبعدين قال ليش تتكلم في التوحيد وليش تتكلم عن السحر؟ نعم. السحر كفر أكبر، الساحر يكفر، ويجب على السلطان يقتل الساحر حتى والتاب يقتل، مفهوم؟ نعم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه. يقول بعض العلماء أن هذه الآية فيها كفر الساحر من 6 أوجه تقريبا أو 7. نعم. ولقد علموا لمن اشتراه أي تعلمه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. الجبت السحر، قال عمر رضي الله عنه، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا تفسير يسميه العلماء تفسير بالمثال. قال فمنهم ظالم لنفسه الذي لا يصلي، التفسير بالصلاة تفسير بالمثال، لا يصلي الصلوات المفروضة أو لا يصوم رمضان الفرض مثلا. نعم. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. كانوا في القديم في كل حي يوجد كاهن، واليوم عندنا في كل يمكن خرم إبرة يوجد كاهن وساحر ومنجم ورمان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. اجتنبوا يعني اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، وهذا الكلام للتشويق. 7 موبقات مهلكات،
ليست محصورة في السبع. وهذا العدد من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قال 10 مبشرين في الجنة، حتى يحفظ الصحابة رضوان الله عليهم في هذا المجلس 10 مبشرين بالجنة، 7 موبقات، 5 من الفطرة. مع أن الموبقات أكثر من هذا، ومبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة أكثر من العشر، وخمس من الفطرة في رواية 10 من الفطرة. لماذا يذكر العدد وليس له مفهوم؟ هذا من حسن التعليم. لكن إذا لم نجد في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذا العدد لا يمكن نزيد. أركان الإسلام 5 ما يزيد عليه، لأن لم نجد ما يزيد عليه في النصوص الأخرى. إذا لو وجدنا في نصوص أخرى جاء النص بالزيادة، وإلا اقتصرنا على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال وما هن أرادوا العلم والعمل، يعني الاجتناب هنا. أقال بدأ بالشرك وثنى بالسحر، لأن السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله. نعم. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله، النفس التي حرم الله المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن إلا بالحق. النفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة والثيب الزاني. نعم. وأكل الربا، وأكل الربا أو شرب الربا، المهم أخذ الربا بأي شكل من الأشكال. لأن بعض الناس قال أنا ما أكل الربا، أنا أشتري ملابس أو أشتري دار بالربا. نعم. وأكل مال اليتيم، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. وأكل مال اليتيم هنا خرج مخرج الغالب، يعني إتلاف مال اليتيم بأي شكل من الأشكال. نعم. والتولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف يعني الفرار يوم زحف الجيوش للجهاد في سبيل الله. الجيوش كثيرة، عندما تمشي أنت لا تراها تمشي، تظنها تزحف من كثرتها. نعم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نعم قذف المحصنات يعني نسرع في السلامة الرمي بالزنا، سواء كان للنساء وهذا في الغالب أو للرجال. نعم. وهذا كثير عندنا في هذه الأيام إخواننا، الإشاعات والقذف والله في الجوالات وفلانة وكذا وكذا، حتى لو كانت فاسقة لا تقذف طالما أنها مسلمة. إذن لابد أن نقف عند هذا وما نتعدى ولا ننشر هذه فلانة فاسقة، فلانة فعلت فاحشة كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. موقوف يعني ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح السلطان طبعا. نعم. وفي صحيح البخاري عن مجارة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، كل ساحر وساحرة. إلى هنا هذا الذي في البخاري، فقتلنا هذه الزيادة ليست في البخاري. نعم. قال فقتلنا 3 سواحر. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قتلوا 3 سواحل في زمن عمر رضي الله عنه، اليوم السلطان يقتل كم؟ نعم. الله أعلم. باب بيان شيء من أنواع السحر. أراد أن يبين لك أن السحر أنواع حتى تجتنبها، ليس نوع واحد ويلبسوا عليك ألعاب وتلوين مغناطيسي وبرمجة عصبية وكلام. وقال خفة يد، إيش خفة يد؟ قال هذا خفة يد وهذه ألعاب سحرية وهذا سرك وهذا كذا وهذا تلوين مغناطيسي وانت لا تدري، ووقعك في السحر وانت لا تدري. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة، العيافة زجر الطير يعني تخويف الطير. سيأتي معنا باب كامل في التطير في القديم وفي الحديث كثير. هذا التطير أراد يسافر أو يتزوج إيش يصنع؟ يخوف الطير، طار على اليمين مضى، طار على اليسار رجع، هذا العيافة. نعم. إن العيافة والطرق، الطرق خطوط يضعوها بالأرض. الساحر لا يقول أنه ساحر، إيش يصنع؟ يضع خطوط وقل هذه الخطوط لها علاقة بالنجوم والنجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية. قل هذه الخطوط الآن التي في اليد في الكف والله ما خلق الله سودا، صحيح، لكن بهذا تحدد سير الإنسان؟ لا، ليس لها علاقة. نعم. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، نعم من السحر. قال نعم. عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. نعم.
والجبد قال الحسن رنة الشيطان. رنة الشيطان، وفي رواية قال إنه الشيطان. رنة الشيطان، لأن الشيطان يلقي في أذن الساحر ها الكلمة التي سمعت من السماء. صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لابن صياد، كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يشك في ابن صياد أنه الدجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبأ. قال ما هو؟ فقال ابن صياد الدخ. الشيطان أعطى ابن صياد نصف الكلمة، الدخ يعني إيش؟ سورة الدخان. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخشى فلن تعدو قدرك. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا من أنواع السحر النظر في النجوم واعتقاد أن النجم له علاقة بالحوادث الأرضية. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن شر النفاثات في العقد، من علامات الساحر عقد العقدة والنفث فيها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل منبئكم من العاطح هي النميمة. وفي رواية صح أن تقول العظة على وزن عدة، يصح. نعم. ألا هل أنبئكم العضح هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. مش علاقة النميمة في السحر؟ هذا نميمة يا رجل، أنت وين تقرأ؟ أه؟ ما علاقة النميمة بالسحر؟ يقول النمام يفسد في لحظة ما لا يفسد الساحر في سنين. والله كلمة واحدة خلاص أفسد كل شيء. يقول خطبت امرأة دهات العرب أربعة، دهات العرب في الصحابة رضوان الله عليهم أربعة، منهم عمرو بن العاص المغيرة بن شعبة، وعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. المغيرة بن شعبة داهية من الدواهي، يقول ما غلبني رجل قط إلا غلام. اعمل أبا زيد كل آلة فالمرء يغلب لا محالة. خطب امرأة المغيرة، مغيرة أمير والله عثمان رضي الله عنه، قال خطبت امرأة فجاءني هذا الغلام وقال يا أمير رأيت رجل يقبل هذه المرأة. ترك خطبة، بعد فترة وجد الغلام زوج لهذه المرأة فأمسكه قال ألم تقل لي كذا وكذا؟ قال والله ما كذبت، والدها يقبلها. يفسد النمام في لحظة. أراد المؤلف أن يبين لك أن من علامات السحر ماذا؟ التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يسموه صرف وعطف. والمرأة تقول لصديقتها هذه تشتكي الزوج، تقول والله زوجي صنع لي، قالت والله أخليه خاتم في إصبعك، وقت تريدي وقت لا تريدي تخلعي. صح ولا؟ هذا كلام عندنا وطبيعي جدا ولا أحد يتكلم. قالت والله أسحر وأنا أخلي مثل العبد يقبل رجلك أكرمكم الله. طيب هي لو رضيت بهذا هي شريكة لها في السحر، صح ولا؟ وتتطوع أنها تسحق زوج فلان، نسأل العافية السلام. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. إن من البيان من الفصاحة والبلاغ لسحرا. إذا كان بالبيان والفصاحة يحق الحق ويبطل الباطل فهذا حق، بل قد يكون هذا واجب. وإذا كان بالبيان والفصاحة يقلب الحقائق، يقول هذه مشروبات روحية
إذا شربناها نكون ملوك، مفهوم؟ إيه نعم، مشروبات روحية يعني خمور يسمونها بغير اسمه، فبالبيان والفصاحة يجعل الحرام حلال والحلال حرام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أراد الآن أن يبين لك من هم. باب الأول حكم السحر، الباب الثاني أنواع السحر حتى تعرف أنها أنواع ليست نوعا واحدا. أراد هنا أن يبين لك من هم حتى تجتنبهم وكيفية الإتيان، لأن بعض الناس يظن الإتيان أنه يأتي وجالس، لا، يفتح القنوات، شراء المجلات، نعم، مواقع إرسال رسالة. قال تبغى تعرف شخصيتك أنك أنت عصبي أو عاطفي أو رومانسي، ارسل لنا رسالة. والله صدق موجود هذا يا أخوان، قال ارسل لنا رسالة فيها اسمك. أو تبغى تعرف حظك مع زوجتك أو مع خطيبتك، ترسل لنا رسالة في اسمك واسم الزوجة. ترسل الرسالة لا تقبل لك صلاة بعين يوم، تستقبل الرسالة الأخرى كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله وضحكوا على الناس بماذا؟ باختبار الشخصية واختبار الكذا واختبار الثقافة وغيرها.